وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة. دكتور علاء، بعد التحية، ما هي آخر الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة حتى الآن تأهبا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد؟ هو زي ما حضرتك تعلم ان معالي الوزيره عملت زياره للحجر الصحي بمطار القاهره يوم السبت الماضي، وايضا عملت زياره لمطار شرم الشيخ برضو منفذ الحجر الصحي هناك، والهدف منها الحقيقه لضمان الجاهزيه والاستعداد بمطار القاهره ومطار شرم الشيخ، واشادت معاليها بالاجراءات المتخذه، لانه الحقيقه مع أول صدور إعلان لمنظمة الصحة العالمية عن تفشي الوباء لفيروس كورونا المستجد بدولة الصين بتاريخ 7 يناير، أصدرت معاليها رفع درجة الاستعداد والجاهزية، وتم عقد اجتماع مع كافة القطاعات للاستعداد والجاهزية لمنع المرض ودخول لمنع دخول المرض للبلاد. تمام. تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض بتشمل الاكتشاف المبكر وتعريف الحالات والتعامل معها، والحقيقة بتعتبر مصر من أوائل الدول اللي أعدت خطة للاستعداد والتعامل مع الحدث في حال تطور الموقف الوبائي. تمام. التجهيزات الحقيقة في البداية على طول تم وضع تعريف للحالات وكيفية التعامل معها طبقا لأدلة منظمة الصحة العالمية، وزي ما حضرتك تعلم أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة الجوية والبحرية والبورية، ومناظرة جميع المسافرين القادمين، وعزل فوري لأي حالة بيشتبه إصابتها، وأيضا رفع درجة الاستعداد وإجراءات مكافحة العدوى وتجهيز أقسام العزل مستشفيات الحميات، لا قدر الله لو هناك أي حالات بيتم على طول التحويل من المنفذ إذا كان منفذ جوي أو بري أو بحري للمستشفى الحميات التابعة. وتم تعميم منصور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، سواء كان الجهات اللي تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجامعات، بيتضمن تعريف الحالات والتعامل معها والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية. من الحاجات القوية جدا دلوقتي الفرز الصحي أو المناظرة اللي بتتم لجميع الركاب القادمين، سواء على وسائل النقل بتاع الرحلات اللي جاية من الصين، سواء كانت رحلات أساسية أو خاصة أو حتى رحلات البضائع، بيتم التعامل معاها، بيتم تحرير كروت مراقبة صحية لكل قادم جاي، وبيتم كتابة جميع البيانات بتاعته كاملة، وبتتحط بتتسجل على برنامج القادمين من الخارج، وبيدعت لمديرية الشؤون الصحية اللي تابع ليها محل الإقامة بتاعته عشان يتم مراقبته صحيا لمدة 14 يوم، وال 14 يوم دي اللي هي فترة حضانة المرض، ويتم عن طريق مكاتب الصحة الواقع في دارتها العنوان عشان يتم الاطمئنان عليه صحيا، ولا قدر الله في خلال فترة الحضانة لو ظهر عليه أي أعراض على الفور بيتم تحويله للمستشفى لعمل الإجراءات الصحية اللي مطلوبة بالنسبة لحضرتك. طيب دكتور علاء، فيما يتعلق بالوزارة، الوزارة أعلنت أيضا عن